يتواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام متابعينا هذه الانطلاقات والتحديات لا زالت مستمرة بين شعارات أبناء القبائل المختلفة بألوانها القادمة بأجود السلالات. ينطلق شوطنا الرابع عشر بمجموع الأشواط. نتمنى التوفيق لكل الشعارات المتقدمة والحاضرة بهذا الانطلاق. تقدم مع المركز الأول ضار على المركز الأول محمد بن عبد الله بن عيد الاكتبي من يقدم ضاريا من الجانب الاخر. قطن احمد بن راشد شعار بن جرش الغفلي القادم من الجانب الاخر. والمركز الثالث يتقدم في هذه اللحظات وتنطلق احترام ولكن التسلل يأتي من رسمية علي بن محمد بن سلطان العويسي القادم مع رسمية. والمركز الرابع احترام للشاعر سعيد بن حمد بن مصلح الاحبابي. والمركز الخامس في هذه اللحظات عذر 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 القادمة وشعار على الفوعة هنا مع محمد بن سلطان بن مير الاكتبي القادم على خامس المراكز. والانطلاقات والتحديات اكمل النداء وتابع الاسماع اللي يقول غبة القادمة محمد بن راشد بن كحيد المهيري القادم مع غبة في هذا الانطلاق ما شاء الله. سابع المراكز ناصية لمحمد بن عبيد بن محمد بن غدير. والمركز الثامن اللي وصلتنا في هذه اللحظة حضرت براقة لمطر بن محمد بن علي المنصوري. والمركز التاسع منصورة لأحمد بن عمهي المنصوري. وعاشر المراكز شوف التدخل من الشعارات ومن الأسماء التي حضرت في هذه اللحظات والذي انطلقت في هذا المسار اللي وصلتنا ناس لمحمد بن أحمد بن عبد الله بالعبيدة هنا القادم مع انطلاقتي وتحدياتي ناس. هكذا هي النتيجة هكذا هو النداء الأول للعشر المراكز الأولى التي اقتحمت دائرة الإعلام. تابع الأسماء القادمة ما شاء الله سيل جارف من الشعارات والسلالات شعارات أبناء القبائل الحاضرة المشرفة ميداني سيف العرب. أعود إلى المركز الأول نعود مع البداية نعود مع رسمية اللي غيرت وتسير في شوط رسمية مهم علي بن محمد بن سلطان العويسي يتابع رسمية مركز أبو سلطان كل التركيز هنا مع انطلاقة رسمية. المركز الثاني أتابع القدوم في هذه اللحظات القادمة في هذه اللحظات والمتقدمة عذر محمد بن سلطان بن ميرين الاكتبي من يقدم على المركز الثاني عذر. المركز الثالث ناصية ومحمد بن عبيد بن محمد بن غدير القادم هنا مع انطلاقة ناصية. والمركز الرابع ضارية محمد بن عبد الله بن عيد الاكتبي القادم مع ضارية. خامس المراكز احترام بكل احترام وتقدير تتقدم هنا مع انطلاقة شعار سعيد بن حمد بن مصلحة الاحبابي. وخامس سادس المراكز اللي وصلتنا قطنا لحمد بن راشد بن حمد بن جرش الغفلي على المركز السادس. وسابع المراكز الزاهية القادمة أحمد بن عتيق الرميثي أول لدى لشعار الرميثي المتحدث الرسمي قادم. المركز الثامن اللي وصلت له في هذه اللحظات التماس أحمد بن عبد الله بن ضاحي العميمي أول لدى لشعار العميمي في هذه اللحظات. كذلك القدوم والتحرك من الأسماء التي وصلت مثايل عبد الله بن سالم بن دغمال الوهيبي القادم مع مثايل. أول
مولدة لهذا الشعار. الله يا الاسماء، الله يا الشعارات، يا شعارات يا ابناء القبائل الحاضرة هنا في هذه اللحظات، في هذه الانطلاقات. اعود الى الصدارة، قطنا، قطنا اللي غيرت، قطنا اللي تقدمت على المركز الاول، قطنا احمد بن راشد بن حمد بن جرش الغفلي، من يتابع قطنا المركز الثاني بن ميرين، بن ميرين القادم والمتقدم مع عذر في هذه اللحظات، عذر 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 محمد بن سلطان بن ميرين الاكتبي المركز الثالث اللي وصلتنا رسمية، علي بن محمد بن سلطان العويسي القادم مع رسمية، كذلك القدوم من مثايل عبد الله بن سالم الوهيبي القادم مع مثايل المركز الخامس، وصلت الزاهية، وصل المتحدث الرسمي احمد بن عتيق الرميثي القادم، وكذلك ادنوك الحاج بن علي بن سلطان القادم هنا مع ادنوك، اول نداء لادنوك، ولكن بعود، بعود الى المركز الاول، بعود الى شعار بن ميرين وشعار العويسي من جهة اليمين، القادم علي بن محمد بن سلطان العويسي. الله يا رسمية، رسمية عذر 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 محمد بن سلطان بن ميرين. ادنوك، ادنوك تحركت في هذه اللحظات على المركز الثالث، ولكن بن ميرين ما قالها شيء، بن ميرين عصاها بالابطان بدون اي اوامر، بدون اي تعليمات تصدر من بن ميرين على على عذر. ها هي عذر على المركز الاول، ها هي عذر على الصدارة، ما شاء الله الشكل لون عون. الله يبارك لك في المال والحال يا بن ميرين، من تأتي بهذه النوعيات، هذه النوعيات الفريدة في عالم سباقات الهجن تأتي بهشاء يا بن ميرين. سلام سلام عليكم يا أهل الفوعة، يا أهل الفوعة، أسعدتم صباحا على فوز عذر بهذا الشوط وبهذا الانطلاق. المركز الثاني وصلت أدنوك، المركز الثاني أدنوك. المركز الثالث اللي وصلتنا رسمية لعلي بن محمد بن سلطان العويسي، والمركز الرابع والخامس بنتركن إلى الزملاء عند خط النهاية. التوقيت الزمني يا علي 7:46 هو التوقيت الزمني، ساعة وصول شعار بن ميرين إلى خط النهاية معلن الفوز والانتصار.